يمشي عليه. لو نعاودوا الشوط نتاع السنغال نشدوا كرة ونمشيوا للفرص، وكرة في فرصة يمشي خطيرة خطيرة العرضية جول. اليوم لحالي دوم لحالي دوم الرئيس مبولح البارح وعسل اليوم العسل يوسف المساك يا مليح فرجاني وصلها المساك للبال الانتلاس يضرب كورة حتى عكسية 1-0 في المرمى حتى قدامه ودخل دخل وهرب بينالتي بينالتي يا بينالتي محلى زينك يا بينالتي ان شاء الله طاوة نسكتوا الكل نستناو 65 دقيقة في مباراة الدش غلام ورقة صفراء يستحق حمراء فوزي غلام بصراحة متاع ضرب جزاء آخر مدافع إذا غيروه القانون وأنا وقتها في إجازة ما نعرفش كرة المنتخب التونسي نعيم السليتي نعيم السليتي وعسلة 65 دقيقة في المباراة مالك عسلة حارس الشبيبة فريق شبيبة القبائل سلتني